بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. إخواني المشاهدين، حياكم الله في كل مكان، ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا إشارة وديكور. إذا حبيبي في الله، كما تشوفوا معنا فهذا تتمة ديال الفيديوهات اللي درنا سابقا. الآن الحمد لله راه بدينا بلي سيباراسيون كما تشوفوا ديال الام دي اف بريون هما هادو. فبعد ما يعني قدينا يعني ليتخ غوليف ديالنا كما تشوفوا هما هادو، لا هادو لا حتى ديال برا، نعم. وقدينا الصابلي كما تشوفوا ديال الجاج هو هذا، نعم. ثم بعد ذلك قدينا هذا اللي بيتختوما كما تشوفوا معنا. الان يعني جد وقيتها ديال يعني الخدمه ديال العود او الليم دي اف، لا ديكوراسيون ديال الليم دي اف هو هذا كما تشوفوا معنا. هذو قطعناهم بالسي ان سي، هذو كاملهم ضربناهم بالسي ان سي. هنا غادي نرجعوا للفيديو اللي كنا تكلمنا عليه بان السي ان سي، ورجعوا للفيديو راه تكلمنا على هذه المساله دي، فهو تقدر تخدم بها في اي حاجه. يعني السي ان سي راه مديوره لاي حاجه تقدر تخدم بها، سواء العود، سواء الناس ديال الاشهار او اي حاجه. يعني السي ان سي راه خدامه معك دائما، فقط انت حاول تخدمها. فكر بالطرق اللي ممكن انك تستعمل فيها هذا السي ان سي، بحال حنا دابا عوض ما نضربوا هذا بالسطوج ويجينا ماشي هو هذاك، ودار لي البونشو، واخا دار لي البونشو ما يجي ماشي هو هذاك، ولكن ما غاديش يجي. حنا درنا حاولنا اننا نخدمو بالسي ان سي، غيكون افضل، نعم. اذا هذا يسمى لا ديكوراسيون انتيريور. كما تعرفوا القناه فهي خاصه بالاشهار كما تشوفوا، كما يعني قريتو اشهار وديكور، فحنا خدمنا في الاشهار وهذا، نعم. و ديكور ديكوراسيون انتيريور باقي علينا ان شاء الله تعالى، بعد الكيسون هنا ان شاء الله تعالى اللي غادي نقدوهم على حساب يعني طبيعه العمل. اذا احبابي في الله، حنا غاديين معكم ايطاب بار ايطاب، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذه الفيديوهات تحاولوا يعني تستفدوا منها مزيان، والامور كلشي تدخلوها في العمل ديالكم. يعني الانسان يحاول يكون عنده المام بجميع الامور، سواء بالجاج، سواء بالالومنيوم بي في سي، سواء بالاشهار، سواء بالاديزيف صابلي ولا غير صابلي، سواء بلا ديكوراسيون انتيريور، سواء يعني ام دي اف انوكس، اي حاجه خص يكون عنده واحد الالمام بهاد الامور هادو. لان كما تنقولوا الاشهار راه ماشي فقط يعني كما قلنا غادي تخدم واحد لاديزيف ولا تخدم واحد البانو ديال السقوى، انما الاشهار فهو اكبر واوسع من ذلك. لان ملي تنقولوا الاشهار، شنو هو الاشهار؟ هو ديك تلك الصوره الاخيره، لا فينيسيون اللي تتوريها للزبون. فالوقت فاش تقد اي حاجه يعني فيها واحد لمسه جميله فهو اشهار. يعني لان الانسان تيجي يعني تجذبوا ديك اللمسه الاخيره فهو اشهار. لان شنو هو الاشهار؟ انك تتشهر بالحاجه، تتبين الحاجه. المحل اللي تنديروا ليه حنا ذاك الاشهار، ولا تنديروا ليه ذاك البانو ولا سميتو، فانك تثيروا يعني تثير يعني الانتباه الناس، انتباه المارين. وكذلك حتى في الاشهار او في لا ديكوراسيون انتيريور، فهو حتى هو يعني الوقت فاش تقاد شي حاجه مزيانه فهي اشهار، لانك تثير وتجذب انتباه الناس اللي جايين للمحل. اذا احبابي في الله، كما تشوفوا معنا الان هذا هو العمل ديالنا. هنا الصابلي، نعم. اذا في الى فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ديما مغربي إذن كما شفتوا معنا الآن فاحنا في نهاية العمل لي لوغو ديالنا لي صابلي اي لي بيرو ديال لي بيسي عموما هادو كذلك لي غولييف لي تخولييف ديال الفوركس هذا ام تي اف بريون هنا تقطع بالسي ان سي واشي هنا دازم السي ان سي ما قطعناش بالسطوز اذا هذا ديكور انتيريور نتمنى والله عز وجل يعجبكم إيه